إذا للوقوف عند انتشار ميليشيا البككا في نينوى وخطفها للفتيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو الأستاذ لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد، مرحبا بكم. لنبدأ من معهد واشنطن للدراسات، حيث كشف عن اتفاقية جرت بين أنقرة وحكومة السوداني تتضمن السماح بانتشار تركي دائم في العراق. كيف تتوقعون أن يكون موقف الحشد على اعتبار أن الوجود التركي يهدد حليفتها ميليشيا البككة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا لا أعرف مدى يعني إمكانية تطبيق هذا الاتفاق التركي العراقي يعني على الأرض، لأن بالحقيقة هناك اتفاقية أسبق من هذه الاتفاقية. هناك كانت اتفاقية أبرمت في عام 2020، في أواخر العام 2020، بين حكومة الكاظمي وبين حكومة إقليم كردستان يعني. وهذه الاتفاقية بموجبها كان يفترض أنه تتعاون الحكومتان، حكومة المركز وحكومة الإقليم، على تطبيع الأوضاع في كردستان. ومن بين يعني مخرجات هذه، لو نفذت هذه العملية، عملية التطبيع، أن يكون هناك أن تبسط الحكومة الاتحادية سيطرتها على سنجار. لكن الحكومة الحالية، حكومة الشيع السوداني، يعني لم تطبق هذه الاتفاقية. وإلى حد هذا اليوم هناك سيطرة شبه كاملة للميليشيات PKK، وبالتعاون مع الميليشيات الحشد الشعبي سيطرة كاملة على سنجار. أنا أعتقد أن مسألة السماح للقوات الكردية من أجل إنهاء هذه السيطرة اللا رسمية أو السيطرة الميليشياوية المزدوجة على كردستان مسألة غير ممكنة، لأن لا توجد هناك إرادة حقيقية للحكومة، حكومة المركز، من أجل عودة إقليم أو عودة سنجار إلى طبيعتها. لأننا كما نعرف أن هناك تعاونا بين ميليشيا الحشد الشعبي وبين PKK، وبالتالي فإن الحكومة يجب أن تكون متواطئة مع هذا الواقع. يعني. أستاذ لبيد، هذا النفوذ وهذا السماح لزيادة انتشار ميليشيا حزب العمال الكردستاني، إذا ما أخذنا طبعا بنظر الاعتبار تصريحات المتحدث باسم حكومة السوداني، والتي اعتبرت منظمة البككة أو ميليشيا البككة منظمة محظورة داخل العراق. التصريح طبعا هنا جاء خلال زيارة أردوغان الأخيرة إلى العراق في نيسان الماضي. كيف نفسر إذا كان هناك بعض من التناقض في التصريحات وفي ردود الفعل؟ نعم، التصريح بأن المنظمة غير مرخص بها أو محظورة هو بالحقيقة الاستهلاك الدبلوماسي. الوفد التركي طالب، يعني أردوغان طالب الحكومة العراقية باعتبار أنه المنظمة منظمة إرهابية وهي مسجلة دوليا بالحقيقة، يعني هي موضوعة أو على قائمة الإرهاب يعني من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة يعني. فكان المطلوب من الجانب العراقي أن يعتبرها منظمة إرهابية. هم رفضوا، العراق رفض اعتبارها منظمة إرهابية، ومن لدوافع دبلوماسية كما ذكرت قال أنها منظمة غير مرخصة أو محظورة في داخل العراق. هذا أنا لا أعتبر أن هناك مسألة، يعني هناك تبعات من الحكومة أو التزامات من الحكومة العراقية لأن تقوم بفعل ضد هذه المنظمة، لأنه هناك ميليشيات بالحقيقة هي منظمات أيضا محظورة في داخل العراق. يعني عندما تتكلم عن ميليشيات منفردة فهي من وجهة النظر القانونية ومن وجهة النظر الرسمية هي محظورة، يعني هناك أكثر من 80 ميليشيا. لكن عندما يجري الحديث إيجابيا عن هذه الميليشيات أو يتجري انتقادات على هذه الميليشيات، هناك من يعتبرها ضمن تشكيلات الحشد الشعبي. الحكومة بالحقيقة، الحكومة العراقية حكومة تتكون من أحزاب ميليشياوية، والحكومة بالحقيقة لا تمتلك إرادتها كاملة. لماذا؟ لأن
الإرادة الإيرانية هي الإرادة النافذة في لما عندما يتعلق الأمر بنفوذ الميليشيات في منطقة ما في 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 العراق يعني. وسنجار بالحقيقة لها خصوصية في هذا الشأن. نعم. هناك دعم كامل ل أو هناك توجيه مباشر من قبل إيران للميليشيات العراقية بأن تبقي على التعاون مع والدعم. هناك دعم حتى في دعم تسليحي ودعم مال تمويل، وهناك رواتب تدفع لي PKK من قبل ميليشيات الحشد الشعبي، وهذه نعم. العملية موجهة من قبل إيران كما ذكرت. أستاذ نبيد، على ذكر أهمية سنجار، اختيار قائم مقام لسنجار تم تأجيله، وذلك يعني حتى إشعار آخر، وذلك بسبب غياب التوافق. هذا المنصب كما تعرفون يدار بالوكالة منذ عدة سنوات. لمصلحة من يتم عرقلة إشغال مثل هكذا منصب مهم وفي نقطة جغرافية مهمة جدا للعراق كسنجار؟ نعم، سأعود إلى اتفاقية عام 2020 في نهاية 2020 التي أبرمت كما ذكرت بين حكومة الكاظم وبين نعم. حكومة أقليم كردستان. هنا في ضمن الاتفاقية هذه، في ضمن الاتفاقية على أن يكون القائم مقام شخصية مستقلة يعني غير حزبية، وأن تكون شخصية مهنية وأكاديمية غير مرتبطة حزبيا به. فلذلك تواجه صعوبة يعني، خصوصا أن هذه الاتفاقية جرى الإشراف عليها من قبل الأمم المتحدة ومن قبل دول التحالف الذي تشكل ضد تنظيم الدولة الإسلامية. نعم. فلذلك هذه المسألة ستمر بمنعرجات كثيرة وبتهاليل كثيرة، وأنا لا أعتقد أن هناك حل لهذه المسألة، بما أنه مسألة شرط كون القائم مقام أن يكون شخصية مستقلة ومهنية. نعم أستاذ نبيل. خارج تشكيلات. نعم. هذه المسألة تعيق أي اتفاقية ممكنة. من نعم. مالمو لبيد صميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض، شكرا جزيلا لكم.